النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أجدد الترحاب بكم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. لكم هذه النشرة الجوية لآخر التحديثات في المملكة. طبعا صور آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى الآن أن المنخفض الجوي تقريبا يتمركز إلى الشمال الغربي من الأراضي السورية، ومترافق طبعا مع جبهة هوائية باردة. هذه الجبهة الهوائية باردة تشارف على عبور المملكة ويندفع خلفها الهواء القطبي البارد. حتى وإذا أخذنا نظرة أقرب عن صور الأقمار الصناعية في المملكة، سنجد بأن السحب والغيوم المرافقة لهذه الجبهة الهوائية الباردة باتت قريبة جدا من المنطقة، وهي تتواجد فوق الأراضي الفلسطينية وتتحرك شيئا فشيئا نحو الغرب لتؤثر على المملكة كما هو متوقع خلال الساعات القليلة القادمة. توقعات التكنولوجيا الخاصة في طقس العرب على أنواع الهطول المتوقعة خلال ساعات نهار هذا اليوم. فاللون الأخضر طبعا يشير إلى الأمطار، واللون الأبيض هو للأمطار المخلوطة بالثلوج، واللون المائل للأحمرار هي للتوقعات الثلجية الصافية. كما نلاحظ مع ساعات صباح هذا اليوم تساقطت بعض الثلوج خلال ساعات الصباح لبعض الزخات المحلية في بعض أجزاء العاصمة عمان والمرتفعات الشمالية، ولكن الجبهة ما زالت متواجدة فوق الأراضي الفلسطينية. تقريبا لاحقا تدخل هذه الجبهة بشكل تدريجي نحو المملكة، وذلك سيتسبب بمشيئة الله تعالى عند 9 و10 من صباح هذا اليوم أن تتساقط أمطار مخلوطة بالثلوج في مناطق واسعة من شمال وسط المملكة. لكن الثلوج أيضا ستكون حاضرة فوق مرتفعات العاصمة، قد تكون متراكمة أيضا، بالإضافة لتساقطات ثلجية صافية فوق العديد من المناطق في المرتفعات الشمالية. وأيضا تبدأ بعض الثلوج بالتساقط على لواء المزار الجنوبي ومؤتة، وأيضا مرتفعات الطفيلة في المنطقة الجنوبية. وتستمر هذه الفرصة أو هذه التساقطات خلال حتى الساعة تقريبا 11 من نهار هذا اليوم. يتوقع استمرار تساقط الثلج على مناطق عدة من العاصمة والمرتفعات الشمالية، بالإضافة لمرتفعات الكرك والطفيلة، وحتى أجزاء واسعة من المملكة بما فيها مناطق شبه صحراوية أو صحراوية تتعرض لأيضا تساقطات أمطار مخلوطة بالثلوج. ولكن مع انتصاف النهار يتوقع بمشيئة الله أن تتحول أغلب الهطولات إلى هطولات مطرية مع بعض الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق القمم الجبلية العالية. ولكن في المنطقة الجنوبية بحكم الارتفاع عن سطح البحر يتوقع استمرار هناك تساقطات ثلجية بشكل عام. مع ساعات مساء هذا اليوم، مع دخولنا في ساعات المساء الأولى، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعاود أو يعاود مستوى تساقط الثلج بالنزول مجددا، الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى ازدياد فرص أن تتساقط الثلوج بمشيئة الله تعالى مع ساعات مساء والليلة القادمة فوق مناطق مختلفة من المملكة، تقريبا يزيد ارتفاعها عن 800 متر على سطح البحر وربما أقل أيضا، وهذه تشمل أيضا المناطق الشمالية والوسطى وحتى الجنوبية. ولكن الواضح معنا خلال ساعات الليل القادمة بأن الهطولات أغلبها ستكون متقطعة وليست متواصلة، ولن يكون هناك ثلج متواصل مثلا خلال ساعات مساء أو الليلة القادمة في مناطق الشمال والوسط، إنما هطولات متقطعة. ولكن عندما تحدث هذه الهطولات ستكون شاملة لمناطق واسعة من المرتفعات بما فيها العاصمة عمان، نظرا لتدني مستوى تساقط الثلج عن سطح البحر حتى نتصل أيضا إلى مناطق صحراوية ومحافظة مفرق وأيضا القرى المتاخمة أيضا على جبل العرب، بالإضافة إلى مخيم الزعتري، بالإضافة للبادية الشرقية والشمالية الشرقية. لكن في المنطقة الجنوبية تحديدا في الكرك والطفيلة من المتوقع أن تكون فرص الهطول أفضل عليهم حالا، وبالتالي أكثر تراكما بسبب أن حركة هذه السحب ستكون قادمة من البحر بالاتجاه الشمالي الغربي إلى الجنوب الشرقي، وبالتالي مرتفعات الكرك والطفيلة هي ستكون لها نصيب جيد جدا من الثلوج في ساعات الليلة القادمة. بعيد منتصف الليل يتوقع
تراجع يعني سريع على فرص الهطول في المنطقتين الشمالية والوسطى والشرقية، وتبقى فرص الهطول الثلجي واضحة في المنطقة الجنوبية، بما أيضا أنها تشمل أيضا مناطق البادية الجنوبية وربما أيضا محافظة معان، ولكن في المنطقتين الشمالية والوسطى والشرقية تتراجع سريعا فرص الهطول، وذلك يتزامن مع اندفاع كبير للهواء القطبي السيبيري، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث موجة كبيرة جدا من الانجماد والجليد في معظم الطرقات الداخلية والخارجية في هذه المناطق. إذن ملخص الحالة الجوية للأحوال الجوية وارتفاع مستوى تساقط الثلج. إذن صباح هذا اليوم نبدأ بمستوى متدني للثلج يرتفع في ساعات الظهيرة، مما يجعل مناطق عدة تحت أمطار مخلوطة بالثلوج بعدما تكون تبدأ بالثلوج، ثم يعاود مستوى تساقط الثلج مرة أخرى بالانحدار في ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة، مما يعني يتيح المجال لأن تشهد بعض مناطق تساقطات ثلجية. توقعات الأحوال الجوية خلال ساعات نهار هذا اليوم، إذن في ساعات الصباح ثلوج تبدأ بمشيئة الله تعالى مع دخول الجبهة الهوائية الباردة في مناطق عدة، يعتقد أن التراكم أفضل حالا فوق المناطق التي تزيد ارتفاعا 1000 متر عن سطح البحر. خلال ساعات الظهيرة أمطار مخلوطة بالثلوج متوقعة هي الظهيرة والعصر، لكن مرة أخرى في ساعات المساء والليل ينخفض مستوى تساقط الثلج إلى 900 و800 متر، ولكن التساقطات جميعها متقطعة بمشيئة الله تعالى. هذه طبعا خريطة للتوقعات الثلجية لنهار هذا اليوم. إذا نلاحظ أن معظم المناطق الشمالية والوسطى يوجد بها تساقطات ثلجية لكنها التراكمات محدودة، أفضل المناطق تراكما للثلوج هي المرتفعات العالية من العاصمة والبلقاء بالإضافة للمرتفعات العالية من جرش وعجلون، في حين أن المنطقة الجنوبية أفضل المناطق تراكمات للثلوج تكون في محافظة الكرك في لواء المزار الجنوبي وموتة ومرتفعات الرشادية والقادسية وأجزاء أيضا من مرتفعات الشوبك، وأيضا تصل جنوبا إلى حتى بعض مرتفعات الطيبة الجنوبية في لواء البتراء بمشيئة الله تعالى. بعض التساقطات الثلجية أيضا حاضرة في المنطقة البادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية بمشيئة الله تعالى. هذا ما هو طبعا متوقع بالنسبة للحالة الجوية في المملكة نهار هذا اليوم. طبعا للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تخصيص العرب أو متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.